بداية المحاضرة اليوم شوي هي دردشة أكثر من أنها يعني كمحاضرة، بس هي عن الأخطاء الأكثر فيه وعن اللي منوقع فيها كمتداولين تقريبا كل يوم، وفي بعض الأخطاء اللي هي نوعا ما ممكن نقول أخطاء بالتحليل التقني وأخطاء بالتحليل الأساسي وأخطاء بالتداول بشكل عام. لكن خلينا نفوت في شيء مهم جدا وهو خطأ شائع بشكل كتير كبير، وهو موجود على اولا خلينا نحكي عن التحليل الفني اخطائه بشكل بسيط، وبعدين نحكي عن بقيه الاخطاء بشكل عام. مبدئيا الخطا او الاول خطا دائما بوقع فيه المتداولين، اللي هو خصوصا لما بكون في عندنا يعني بعض المتداولين بيشتغلوا بالتحليل الفني والتقني او يعني التحليل الفني والتحليل الاساسي، لكن اول الاخطاء متواجده في هذا المكان. الصورة واضحة عند الجميع مرة ثانية، بس للتأكيد أن الصورة واضحة عند الجميع. الصورة واضحة، أوكي ممتاز. تكمن في هذا المكان بالتحديد في كل ميتا تريدر بتشوفوه حول العالم، وهو خطأ كبير جدا 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 ويجب توضيحه. الفوليوم اللي موجود او اللي هو تحليل الفوليوم، مين موجود معنا بيستخدم تحليل الفوليوم؟ سؤال كسؤال اذا حدا حب يجيب عنه. مين بيعطي اهميه لهذا المؤشر؟ على كل بكل الاحوال سواء في ناس هون او غير اللي هون، بس في كميه كثير كبيره دائما بشوف على مواقع التواصل الاجتماعي، بشوف على مواقع التحليل وغيره وغيره وغيره، مع الاحترام طبعا للجميع بالتاكيد. لكن المؤشر اللي موجود قدامكم لا يعني أي شيء للأسواق، ولا من قريب ولا من بعيد. السبب في ذلك يعود إلى أنه الفوليوم يستخدم في التداول على الأسهم ولا يستخدم في التداول على أسواق العملات بأي شكل كان، ولا يستخدم حتى على مؤشرات CFDs أو مؤشرات عقود الفروقات، يستخدم فقط في أسواق الأسهم. الدليل على ذلك انه او بعدين رح نشرح شو السبب، لكن الدليل على ذلك اذا بنفتح منصتين وبنشوف الفوليوم على اليورو دولار في منصه معينه، وبنشوف الفوليوم على نفس العمله في منصه ثانيه، رح نشوفهم مختلفين تماما. السبب في ذلك يعود الى شيء جدا مهم. اذا في حدا عنده تفسير قبل ما نحكي شو السبب، يا ريت تخبروني لحد ما اكون طلعت نفس الرسم من مكان ثاني. إذا حد عنده تفسير ليش الفوليوم موجود عند الشركات مختلف، وشو شو السبب؟ إذا في حدا عنده تعبير أو تفسير يا ريت تخبرونا. أوكي مبدئياً أحد أهم الأمور اللي لازم الجميع يعرفها، وهينا طلعنا رسم ثاني أو فوليوم ثاني من مكان آخر، وهي أندوك شارت تمام. راح أطلع رسم ثاني وراح نحطه جنب الرسم المتواجد هون، ونشوف كيف الفوليوم الاثنين مختلفين. طبعا الحركة نفسها نشوف ثواني على 4 ساعات ثواني، بس معلش خليكي معي دقيقة. اوكي 100% ممتاز، مثال رائع. الرسم اللي على الشمال هو منصة اكوتي، والفكرة في الموضوع مش المنصات، يعني ما بهم اي منصة، لكن اللي بهم المؤشر. الرسم اللي قدامكم هو رسم للدولار ين، للدولار مقابل الدولار مقابل الين. هنا منصة اكوتي وهنا منصة اخرى، مش عارف الاسامي، لكن هو لا يعيب ولا لا هي ايجابيه ولا هي سلبيه لاي شركه، لكن هو التوضيح هو الاهم وهو المفيد. التوضيح هنا انه الفوليومين مختلفين تماما مع انهم نفس الزوج، والاثنين على ال4 ساعات، 4 ساعات على الدولار ين واربع ساعات على الدولار ين على المنصه التاليه، لكن الفوليوم يختلف تماما. الفوليوم هون اللي احنا شايفينه هون
خليني احطها بس كمان مره ارجع بس احطها نحطها بالرسم. ثواني هاي الرسم. اوكي عشان اوكي الرسمين نفس الرسمين، لكن بالنهايه الشيء الاهم من كل هذا الحكي انه الفوليوم مختلف. الفوليوم اللي احنا شايفينه هون في اخر فتره بارتفاع بثلاث او اربع شمعات، 4 ساعات يعني 4 12 ساعه، لكن هون الفوليوم عندنا منخفض على مدار 4 ساعات الماضيه. السبب الرئيسي انه الفوليوم اللي عم بتشوفوه على الشاشه في كل المنصات سواء بالذات الميتا تريدر بالذات هو الفوليوم المتواجد لدى الشركه. عدد العمليات الذي تم تنفيذه على الدولار ين او الذي تم تنفيذه على اليورو او الذي تم تنفيذه بي من خلال منصه اكوتي، من خلال منصه اي شركه اخرى. هذه واحده من اهم الامور ما لها اي علاقه، طبعا الكل ممكن يجي ناس يقول لي طيب ما هو السعر لما بيرتفع بنشوف ارتفاع بالفوليوم ولما بنزل بنشوف انخفاض، لما بنزل بنشوف ارتفاع برضه بالفوليوم، شو السبب؟ السبب انه مع الحركه. خلينا ناخذ مثال بسيط على المستوى اليومي. على المستوى اليومي. على المستوى اليومي هون لما نيجي نقول انه والله في فوليوم كان عالي جدا 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 جدا. الرقم اللي عم بتحرك هون هو عدد العمليات التي عم تنفذ حاليا. التي عم تنفذ حاليا بمنصة اكوتي او اي منصة اخرى او منصة فلانية بغض النظر. ليس لها علاقة في الاسواق باي شكل لا من قريب ولا من بعيد. فالانتباه من هذا الشيء بشكل مهم جدا. لانه بالنهاية الفوليوم نعم ممكن انه يفيدك، لكن يفيدك في اسواق الاسهم لا يفيدك في اي شيء اخر. هذه واحدة. اسواق الاسهم الشيء والدليل على ذلك انه في اسواق الاسهم الفوليوم وين ما رحت على اي موقع على اي منصة بتعطي اسواق الاسهم سواء الاسهم العالمية سواء الاسهم المحلية راح تلاقي الفوليوم نفسه، لانه هو بالنهاية جاي من نفس الاكستشينج او جاي من نفس المصدر. لكن هون الفوليوم هو للبرنامج فقط، وحاليا المتداول لدى شركة اكويتي اكثر من حوالي 122,900 عقد تم تنفيذه خلال تداولات اليوم يوم كامل. وضحت هاي الفكرة؟ فالتحليل باستخدام الفوليوم على الفوركس ما له اي علاقة ولا له اي بالذات المؤشر او مؤشر الفوليوم. اتمنى انها تكون هاي الشغله واضحه، هذه واحده من الاشياء. الاخطاء الثانيه اللي بنوع فيها دائما بشكل كثير كبير وهي في العاده وفي الغالب دائما ما تكون اخطاء نفسيه سايكولوجي، لكن هي بالغالب دائما نفسيه وهي دائما اللي بتؤدي سواء انه نربح او نخسر، لكن الخساره دائما هي عاملها سايكولوجي اكثر ما هي من عامل انه خطا بالتقني وما الى ذلك. احد اهم الامور ايضا الاخطاء منها او هذه الاخطاء الرسم اللي انتم شايفينه على 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 الشاشه. وفي خطا خصوصي ذكرناه ايضا في خلال الفتره الماضيه وهو كيفيه تحديد فيما لو الاختراق او الكسر اما هو كاذب ام لا. نيجي بنكون على نكتب مثلا على الجنيه الاسترليني فرضا انه لسبب ما للشراء فيما لو استقر او فيما لو اخترق مستويات معينه. مجرد ما يتم يوصل لمستوى معين الناس بتبلش تكتب يعني نشتري هون يعني نبيع هون، ما في شيء اسمه يعني ومش يعني. الكلمه بتكون واضحه اما الشراء او اما البيع بشرط، الشرط الاستقرار فوق مستوى معين او اختراق. كلمه اختراق مش معنى انه والله اختراق مستويات 127 او اختراق مستويات اللي احنا شايفينها 114.27 114.27 اختراقها يتم الاختراق خصوصا على المستوى اليومي عندما يكون لدينا اغلاق يومي واضح، او اذا كان لدينا على المستوى الاسبوعي عندما يكون لدينا اغلاق اسبوعي واضح. واضح بمعنى البادي مش الشمعه مش الشادو اللي فوق، البادي اللي هو جسم الشمعة. هنا شفنا اختبار لحد مستويات وصلنا تقريبا لحد مستويات وين
وصلنا لمستويات 14.37 واغلقنا عند نفس المستوى 114.26 على مدار يومين. نفس الشيء الحديث اللي كان هون، وصلنا لل 114.28 في ذلك الوقت. العديد كان يجي يكتب انه هينا بلشنا الاختراق مره ثانيه وعم نرجع نطلع مره ثانيه. طيب الاختراق ما تم، يتم الاختراق عند الاغلاق سواء على مستوى ساعه، لكن انا بفضل دائما 4 ساعات وما فوق، 4 ساعات يوم اسبوع وحتى شهر. وهذا الشيء ايضا راح نورجيكم اياه كمان مره. فمستويات الدعم والمقاومه لا تقاس من ناحيه الشادو او من ناحيه اللي هي الشادو اللي هي اعلى مستوى وادنى مستوى، لا، البادي جسم الشمعه هو الذي يحددها. كما هو الحال هون، اول مستوى المقاومه او اعلى مستوى كان هون، لكن بالنهايه المستوى اللي وقفنا عنده هو جسم الشمعه. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، ومنها رجعنا نزلنا. نفس الشيء هون، اول شيء وقفنا عند المستوى الحالي، بلشنا ثاني يوم على نزول، كسرنا. هون الكسر الذي تم هو فوق مستوى البدي، بلشنا نرجع نطلع، إعادة اختبار ومن ثم الاختراق نحو الأعلى. الحكي اللي صار هون حتى لو طلع 100 نقطة خلال اليوم وممكن في نهاية الجلسة يرجع ينزل، ما بسميه اختراق. نفس اللي صار في دوريان طول اليوم وهو طالع 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 لفوق لحد ما وصل مستويات 114.47، لكن منها رجع نزل لحد وين أغلقنا على مستوى سلبي 113.92، حوالي 80 نقطة. المعظم كان يقول إنه هناك كسر، وهي الكسر، يعني عم بحكي الناس اللي عم تحكي على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كانت على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه الكسر بده يتم الاختراق. هي تم الاختراق، ما تم الاختراق. الاختراق يتم بإغلاق يوم أو إغلاق 4 ساعات أو إغلاق أسبوع أو إغلاق أكبر من ذلك. ومن ثم من مستويات 114 دولار فاهمين لتحت لحد وصلنا لمستويات 180 لليوم. لحد اليوم الين شو عمل؟ هاي المستويات ذاتها نفسها، وصلنا لمستويات 108 رجعنا طلعنا منها، رجعنا نزلنا 108.93، عم نرجع نطلع، حاولنا الكسر هون حتى قبل اسبوع انه الين نزل وكوريا الشماليه ووصول الملاذ الامن واللي بدك اياه، لكن لا يعني بالنهايه كمان اختراق. لما نشوف اغلاق يومي واضح ساعتها بنقول نعم للبيع. اليوم الاغلاق الذي صار يوم امس يعتبر اغلاق يومي واضح. اليوم شو صار؟ كملنا نزول لحد وين؟ لحد مستويات ال 158 من جديد، لكن رجعنا طلعنا 108 قديش 108 109 28 ورجعنا نزلنا. لا زال حاليا نظرتي على الدولار مقابل الين هي للبيع. الوقف وين؟ ممكن تكون الوقف عند مستويات 169 او 179 تقريبا، فوق المستويات اللي مذكوره قبل. فالاغلاق لا يعني، او الكسر او الاختراق لا يعني فقط على المستوى ما المقصود بواضح. الواضح اغلاق يومي كامل، تغلق الشمعه اخر اليوم الساعه 12 بتوقيت ابو ظبي، او بما معنى الساعه 3 توقيت نيويورك اغلاق الاسواق الامريكي، يكون عندنا شمعه مسكره خالصه، تفتح الشمعه الثانيه اوكي تحت البادي، تحت الـ تحت الـ تحت الـ الجسم الشمعه اللي شفناه هون المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. هون صار في عندنا نوع من الاختراق او الكسر الواضح، لانه شفنا يوم كامل. اليوم محاولات لاعاده الاختبار لحد هلا فاشله، حتى اللحظه فاشله. هون ببلش يعطيني اشارات بدايه بيع. نفس الشيء اللي شفناه هون، ما شفنا اي اختراق لفوق، بل على العكس رجعنا شفنا نزول من جديد. هون مستوى نفس المستوى، هاي نفس المستوى اللي هون شفنا اختراق كسر لتحت، محاولة اختراق فشلت انزلنا. هون محاولة اختراق فشلت طلعنا كسرنا، او اختراق محاولة اعادة اختبار نجحت في الصمود ارتفاع. بنزول نفس الشيء، رجعنا اختبرنا نفس المستوى على مدار 3 أيام، نجح في الصمود نفس المستوى، نجح في الصمود، ومنها كسرنا لتحت، أعطانا إشارات بيع، إعادة اختبار نجح في أنه يستقر تحتها، ومنها كملنا نزول. نفس الشيء يومين الجايين طلعوا على اليوم 108.93 مستويات إذا بيكون في عندي مستويات وقف 109.75 خلينا نقول.
109 75 189 مستويات المستهدف راح اخليها مفتوحه، لانه كسر هذه المستويات يعني على الاقل في عندنا اولا اختبار مستويات 108 43 من جديد، وحتى مستويات جديده ممكن ان تصل حتى مستويات 107 58. هنشوفها ايام الايام، بس خلوا هاي الشغله في بالكم. بالنسبه لي له نفس الشيء اللي صار على الذهب. الذهب كان يعني الحديث جدا خلال الفتره الماضيه، وين ليش ما فتحت جولد ولا الجولد فاتح ليه؟ طيب هذا الذهب اوف مظبوط اوكي. الذهب يا صديقي، الذهب منذ بدايه العام، الذهب منذ بدايه العام محاولات لاختراق مستويات 1300 1300 او 1292 و1292 على مدار طول الفتره، على مدار فتره العام كامل. راح تيجي تقول لي هون يعني ممكن ممكن لا، نعم صحيح، لكنه في نفس اليوم ثاني يوم ما قدرنا نستقر في اول ساعه بلش فيها التداول، بلشنا ننزل ونسجل مستويات متدنيه ثاني يوم. لكن احد اهم الامور بالنسبه للذهب، لانه حاول اكثر من مره، بوسع النطاق، بوسع النطاق بمعنى على المستوى الاسبوعي، على المستوى الاسبوعي ما كان في كسر واضح، كان في على المستوى الاسبوعي اللي قبله ما في كسر واضح، ورجعنا نزلنا منها مره ثانيه، ورجعنا نزلنا منها مره ثانيه، ورجعنا نزلنا منها هون. لكن الشيء الرئيسي في هذه الرسمه بالتحديد على المستوى اليومي، انه او نرجع شوي على المستوى الشهري حتى الان، مستوى الشهري شهر اغسطس الماضي اول اختراق واول اغلاق فوق مستويات 1262 اولا او 1270 على المستوى الشهري، وفوق مستويات 1300 حتى على المستوى الشهري. على المستوى اليومي نرجع كمان مرة بشكل سريع، مستوى اليومي اختراق واضح، اختراق واضح ثاني يوم اختراق ل 1306، نستنى تصحيح بسيط ورجعنا وصلنا ل 1300 اللي هي دعم نفسي، ومن ثم عدنا للارتفاع حد مستويات 1337 تمام. فجسم الشمعة أهم بكثير من أعلى مستوياتها ومن أدنى مستوياتها. مستويات الحالية اللي واقف عندها الذهب هي نفس المنطقة التي لا زالت منذ فترة سبتمبر، منذ فترة عام، محاولات يوم 2 3 4 5 أيام محاولة الاختراق ما تمت. بنفس الشيء اليوم حتى اللحظة اختراق اللي شفناه يوم أمس مش واضح بشكل كثير كبير، لكن حتى اللحظة احنا اليوم استقرار واضح فوق مستوى 1338، أغلقنا اليوم فوقها إشارة لمزيد الارتفاعات، وترند العام بشكل عام للذهب لازال مرتفع. فقصة أولا الفوليوم، اثنين الكسر والإغلاق أو الكسر والاختراق يتم الحديث عنه لما يكون في عندنا إغلاق واضح زي اللي عم نشوفه على الشاشة. بمجرد ما الذهب أغلق فوق 1292 على المستوى اليومي، حتى إنه مستويات 1300 حتى إنه مستويات 1300 على الذهب ما كانت تعتبر حتى مستويات مقاومة مهمة. هاي ال 1300 ما كانت مستويات مقاومة مهمة حتى، اخترقناها بشكل سريع جدا وارتفعنا منها. فواضحة الشغلتين هذول. هذه بالنسبة لمستويات الاختراق والكسر، وانه اليورو كسر ترند، الاسترليني كسر، الكسر يتم فقط عندما نغلق يوم كامل، بالذات لما يكون في عندنا كسر ترند. اوكي؟ اذا حابب، والمشكلة هون الخطأ الثاني انه بتاخذ مخاطرة وانت مش متأكد، زي الين وصلنا 114، شكله بده يخترق، شكله يعني هاي ثاني مرة بده يطلع عنها، وخلال تداولات اليوم، وخلال تداولات ذلك اليوم مثلا، خلينا نرجع عليه بس بشكل سريع. خلال تداولات ذلك اليوم انه شكله طالع، يعني شكله طالع بما انه رجعنا طلعنا فوق المستوى المطلوب اللي هو 114.27، طلعنا لحد ما وصلنا مستوى 114.48، خلص يعني طلعنا 20 نقطه بكفي، فلازم نشتري. لا مش لازم نشتري، واولا هذه شغله. الثانيه والاهم، لما بتيجي تشتري عند اعلى مستويات الجلسه او اعلى مستوياته
بعد ما طلع كان من شهر 5، من شهر وين؟ شهر 6 لحد ما وصلنا لشهر 7، شهر كامل اللي بيطلع بدك تشتري على اعلى مستوى. زي نفس الشيء اليوم ولليوم لسات عم نشوف عم نشوف شو اسمه اسئله انه الذهب ان نشتري هون. لا ما بشتري هون، 1300 اعلى مستوى له من سنه. طيب يعني نبيع؟ الامور لا تؤخذ بالطريقه انه لا، اذا انا قلت لك ما تشتري معناتك لازم تبيع. لا مش بالطريقه هاي. لا بشتري على اعلى مستوى للجلسه، ولا اعلى مستوى من اسبوع، ولا اعلى مستوى من شهر، ولا اعلى مستوى من يوم. يا بستنى عليه يعطيني تصحيح جيد بمخاطره اقل بعدين بشتري او ببيع. بس مش معناته انه والله لما نقول الذهب لازال ايجابي نشتري هون. لا ما تشتري هون. الذهب كان الشراء من 1200 و1100 مش ال 1000 و1330. اتمنى تكون واضحه. شيء الأهم من كل هذه الأمور، وهو الأهم من كل الرسومات، وأهم من الأخبار، وأهم من كل هذا الحكي، الأهم من كل هذا الموضوع الشاشة هاي. عفوا الأهم من كل هذا الحكي الشاشة اللي شايفينها قدامها، شاشة تنفيذ الأوامر. بتخيل إنه الكل بتعامل مع هاي الشاشة بشكل يومي. في حدا عنده شو أهم شيء في كل هاي الشاشة؟ يعطيني في 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 هذا المربع، في هذا البوكس اللي هون، أنو أهم شيء للمتداول؟ وهو اكبر بوكس يتم فيه وضع الاخطاء قبل التداول حتى. حد عنده اي تعليق؟ فوليوم. جميل. غيره؟ مين عنده شيء ثاني؟ فوليوم. طيب هو بالفعل وقف هون بقول لك كمان ضياع وقف الخساره. ممكن ممكن. طيب شيء ثاني؟ اوكي ماشي. شخصيا انا بعتبر الفوليوم هو اكبر الاخطاء التي نقع فيها بشكل يومي كل يوم. ضغط شراء بدل بيع. لا لا مش بالخطاء من ناحيه الضغط وين شريت ولا بعت. لا هي حجم العقد. أكثر مشكلة بتواجهنا دائما هي حجم العقد، وحجم العقد هو مبني على شو؟ على مدى أريحيتك أنت للصفقة اللي بتاخذها. مش رح نحكي بشكل نفسي، بس إنه بشكل عام. بشكل عام الذي يتم أو الخطأ الكبير هو في البوكس هذا الفوليوم. كثير من الناس بتفوت اسواق الاسهم ولا اسواق العملات، وخصوصا اسواق العملات طبعا لانها شغاله 24 ساعه. وبالاضافه لذلك طبعا الدعايات اللي بنشوفها على الاخبار وبنشوفها على مواقع انه فلان الفلاني عمل ربح مش عارف قديش 1000 درهم وهو لا يعرف شيء. هذا الكلام ما في منه. هذا الكلام عباره عن دعايه واهيه لا اكثر ولا اقل. فاللي بفوت السوق هذا بناء على انه بدنا نصير مليونيريه بكره، مكانك مش هون. بدون الحديث عن التفاصيل بشكل اكبر، الفوليوم هو اكبر الاخطاء التي نقع فيها جميعنا. ما في ولا اي شخص ما بوقع فيها، لكن ممكن انك توضع قوانين لنفسك احتمال انك عفوا احتمال انك تمشي فيها او ما تمشي فيها. ممكن برجع لك، لكن احد القوانين او القانون الاول اللي شخصيا بتبعه هو وقف الخساره باسرع وقت ممكن. هذه الواحد. القانون الثاني، حد بيقدر يقول لي شو القانون الثاني؟ اذا قانون وقف الخساره باسرع وقت ممكن، ما هو القانون الثاني؟ حد يقول لي شو القانون الثاني؟
إذا القانون الأول وقف الخسارة بشكل بأسرع وقت ممكن، فما هو القانون الثاني؟ مع أنه لازم القانون الثاني يكون سهل. طيب القانون الثاني هو قانون ثاني هون بقول لي هتان تحديد الربح. لا، القانون الثاني أن لا تنسى القانون الأول. القانون الثاني أن لا تنسى القانون الأول وأن لا تتناسى القانون الأول. القانون الثالث هو هون. في كثير ناس بتفوت هذا السوق بفوليوم عالي، بمعنى بفوت صفقة ستاندرد أو اللي هي واحد، يعني اللي هي 10,000 أو 100,000. ال 100,000 يعني نقطة الاسترليني بحوالي $10. بفوت بيعمل له 10 نقاط معناته $100، بكيف بصير بياخذ بدل الواحد اثنين، بقول لك انا طلعت بالعشر نقاط طلعت $100، فبالعشر نقاط بقدر اطلع برضه $200 بدل 100. وهون كمان ضياء بقول تحريق وقف الخساره مع الارباح. لا هو مش خطا، بالعكس هو تحريق وقف الخساره مع الارباح منيح، لكن الفوليوم بدك تضلك تجرب. اولا احد اهم الامور اللي بتؤدي للخساره هو خوفك من الخساره ذات نفسها، بمعنى اذا بتاخذ ستاندرد وعكس عليك السوق 30 نقطه اي $300 بدك تخلص فيها باسرع وقت ممكن، او بتصير من جوا اوكي صرت خسران 300 شو اعمل؟ استنى بخاف اخسر زياده، اترك وقت الخساره حرام اخسر اكثر من هيك، خلص اذا خسرت هلا 300 احسن ما اخسر 400 اكثر من اخسر 500. فالافضل عشان تخفف من تعبك العصبي نزل الفوليوم، نزل نسبة المخاطرة راح نحكي عنها بطريقة ثانية مش هلا، لكن نزل بدل العقد اللي عم تاخده انت بالوضع الطبيعي. حتى لو انت عم تاخذ مني وبتخسر خذ مايكرو وجرب مايكرو اللي هو اقل من المني. نفس الشيء بالاسهم، ناس بتفوت والله 500 سهم على مش عارف قديش بنزل له 10 سنت طار من عنده $250 بخاف بقول لك اوه سكر، في اخر الجلسه بتلاقي سهم نط لفوق 10%. نفس الشيء اليورو، نفس الشيء الاسترليني، نفس الشيء الاسترليني، نفس اليورو العملات. الفوليوم بيلعب دور كثير كبير كثير كبير في الخساره. تمام. الشيء الثاني هو نصيحة، بمجرد ما وصلت لمرحلة يكون في عندك مثلا 20 25 نقطة 30 نقطة حاول حرك وقت الخسارة لفوق، تخفف من الخسارة. لكن تحريك وقت الخسارة يتم نحو الأعلى فقط، بمعنى مجرد ما حطيت وقت الخسارة اليوم فرضا حطينا أخذنا إيش عندنا هلا هون ذهب أي باي فرضا اوكي حطينا وقف خسارة على 1330 و 1350 مستويات المستهدفة. ال 1330 لا يغير ولا بأي شكل من الأشكال إلى 1329، لا يغير بأي شكل من الأشكال تحت ال 1330 بأي شكل كان. يحرك في حالة واحدة فقط، يحرك فيما لو وصلنا إلى مستوى عندك ربح معين $3-$5 بيتم تعديل الوقف من 1330 إلى 1331 واثنين وثلاثة وثلاثين واربعة وثلاثين وكذلك الأمر على البيع. مجرد ما حطيت وقف الخسارة تبعك ما تلعبش فيه، انت حطيت المفروض انه انت حطيت وقف الخسارة تبعك لانك عارف، او يعني من المفروض انك تكون عارف انه انا اليوم هالقد بتحمل اخسر، ما بتحمل اخسر اكثر. فوقف الخسارة مجرد ما حطيته ما تغيره، بتغيره فقط لا شيء ثاني، وهو اذا ما لو تم تحريك وقت الخساره في حاله الربح فقط.
شيء ثاني وهي ايضا وحتى نسيتها، شو كانت الثانيه يعني ايش كنا نحكي في وقف الخساره بالنسبه لي، ام حتى ايضا اخذ الربح حتى المستهدف حاول انك ما تغيرها، حاول انك ما تغيرها، لكن طالما انه مستويات الوقف صارت عن مستويات الدخول، انت عندك شيء اسمه ريسك فري تريد، بمعنى بمجرد ما تحط الوقف على مستوى الدخول بعد ما ترفع الاسعار يور دون، انت عندك تريد فري، لا بتربح ولا بتخسر. الشيء الاهم من كل هذا وبدي الكل اللي موجود معانا اليوم حاول يجربها خلال الشهر الجاري. اذا اليوم انا عملت 100 دولار ما اخسر بكره اقصى حد اخسر 30 الى 40% من ربح اليوم. يعني اليوم عملنا 100 دولار بكره اقصى حد بدي اخسره هو 40 دولار. عفوا اليوم عملنا 100 ثاني يوم اقصى حد ممكن اخسره هو ال 40. ما احط اكثر من 40. لكن حتقول لي طيب معنا اذا بشتغل في ستاندرد، اذا اشتغلت ستاندرد انا اليوم اخذت 10 نقاط بكره مش معقول 4 نقاط. هون بنرجع على السبب نفسه، انه انت اليوم اخذت ستاندرد عملت فيه 10 نقاط اخذت 100 دولار، بكره ما تاخذ ستاندرد، بكره خذ ميني واحد، خلي السوق ياخذ عليك 50 نقطه بس ما اخسر اللي عملته امبارح، ما اخسر اللي عملته امبارح. تمام، باقي لنا 5 دقائق، اذا حدا عنده اسئله راح افتح مجال الاسئله، لانه في شيء للاسف انه انا ثواني لانه تاخرت في الجاي اليوم فبعتذر من جديد، لكن خلينا نشوف الاسئله الموجوده هون. السيد احمد، المشكله عامل الطمع هو ما بيأثر على اي هون عم بقول احمد، المشكله عامل الطمع هو اللي بيأثر على حجم العقد، فكيف الالتزام بالقواعد اللي احطها. وهي هون بنرجع نقول الموضوع يعود الى المتداول. اذا توصل لمرحله يكون عندك سيلف ديسيبلين وانك تقدر تتحكم بانه هاي القاعده بمشي عليها لو شو ما عملت بمشي عليها شو قواعد، مثلا اسواق الاسهم بالنسبه لي بحاول افوت واطلع بنفس اليوم، اسواق الاسهم العملات اقصى حد اكون ماشي في التريد لمده اسبوع، لكن بنفس مثلا اسواق العملات اكثر من 7 عقود، بمعنى 7 عقود يعني 70,000 دولار، يعني اكثر من 70,000 ما عم تمشي مع الامور، عم بقدر اتحمل اشوف حالي خسران 700 مثلا، او اشوف حالي خسران 70، او اشوف حالي خسران بهذا الحد اوكي، اكثر من هذا الحد انا ما اتحملتش. فهذا الرقم اللي ضبط معك، ممكن يضبط معك 3 ميني، ممكن يضبط معك 4، ممكن يضبط معك مايكرو، كل شخص على حسب الطمع وكل شخص على حسب ما بيقدر على حسب ما بيقدر يفوت، سواء بيقدر يفوت على شراء او على بيع او على على حسب كل واحد كيف بيقدر يتحمل يشوف حاله خسران. بس جرب اللي قلت لك عليهم، حاول ما تخسر اليوم اللي حاول ما تخسر اليوم اللي خسر اللي ربحته امبارح، اخسر نسبه منه بسيطه، حاول انك تخفف من نسبه المخاطره، حاول انك توقف خسارتك باسرع وقت ممكن ولا يتم تغيير وقت الخساره. تمام، ما هو افضل فريم من خلال خبرتكم؟ ما في شيء شوف هذا برضه ايضا سؤال جدا مهم، شكرا على السؤال. أرى في سؤال بيقول ما هو أفضل فريم من خلال خبرتك؟ شوف الأسواق العالمية بشكل عام الأسواق العالمية لا يتم احتسابها أو لا يتم الحديث عنها بأي شكل كان بأنه في شيء وحيد أفضل من أي شيء آخر. كل يوم في تعديل على الاستراتيجيات، كل يوم في شيء جديد، كل يوم في عندنا حركه جديده، كل يوم في عندنا اخبار جديده، كل يوم في عندنا حوافز اساسيه جديده تختلف كليا عن الحوافز اللي قبلها. اوكي، فلذلك هذا الشيء المهم جدا هون انه ما في فريم معين، ما في فريم معين.
ما في فرق معين، في انك تتابع استراتيجيه معينه، تشوف اي استراتيجيه تضبط معك من ناحيه من ناحيه الخسائر والارباح هذه من جهه، وبالاضافه الى ذلك انه تحط القواعد وتحاول تتبعها. لكن جرب جرب ولو على 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 مايكرو، جرب يمكن يكون الحكي اللي عم بحكي لك اياه صح، ممكن. والحجم وقصه الاختراق والكسر وكل هذه الامور تلعب دور كبير جدا. تمام، هذا كل شيء حبيت اخيه بالنسبه لمحاضرات او محاضره اليوم. نشوفكم مره ثانيه ان شاء الله الاسبوع اللي جاي بمزيد من المحاضرات، الحديث اكثر عن التداولات او عن طبعا او يعني عن التداول بشكل عام، مواضيع جديده. اللي بتابع الاسواق حاليا، الدولار عم بيرجع يرتفع لسبب مهم، انه حتى هلا في هاي اللحظه الكونغرس وافق على شيء مهم جدا، وهو رفع سقف الدين، سقف الدين الامريكي. عشان هيك عم نشوف ذهب عم بينزل، عم نشوف دولار كله لحد هلا عم بيطلع، الين 109.15. فمن جديد الانتباه لكل هذه الامور. اخر كمان ايضا في سؤال، كيف اتعلم التداول بافضل طريقه مع العلم اني ما لدي حتى خبره في الموضوع؟ شوف، ما في شيء من جديد، ما في شيء اسمه احسن طريقه، في شيء اسمه انك لازم تقرا، شيء انك لازم تتابع. في على اظن على موقع اكاديميه اكوتي راح يكون موجود، او حاليا مش عارف اذا موجود حاليا، لكن راح يكون موجود جايد كامل عن التداول بشكل عام من A to Z باللغتين او بالعديد من اللغات. فهذا الشيء اسال عنه، اكوتي موجوده، وايضا الكتب موجوده في كل المحلات في العالم. وما في شيء اسمه افضل طريقه، في شيء انه لازم تقرا قدر الامكان وتتابع قدر الامكان حتى تقدر تفهم شو موضوع او شو معناته التداول. اذا ما عندكش خبره بالمره، بدك تقرا على مدار على الاقل 6 7 اشهر اذا مش اكثر قبل ما تفوت التداول بشكل عام. حتى ذلك الحين ما عندك الديمو، تجرب تشتغل عليه وتجرب تبني استراتيجيتك لحالك. تمام، المحاضره مسجله وسيتم رفعها على اكوتي تخيل يمكن غدا في اقصى حد. تمام، شكرا جزيلا من جديد. لازم نسكر المحاضره هون لضيق الوقت. مره ثانيه بعتذر على التاخير، لكن على الاقل حكينا اهم الامور اللي كنا بنحكي فيها. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع المقبل.